داخل أسوار سجن حلب المركزي، أساطير بطولية عنوانها صمود ونضال وثبات أبطال الجيش العربي السوري. هكذا كان المشهد على أرض الواقع، وعلى الشاشة الذهبية حكاية بطولية وثقها بكاميرته المخرج نجدة إسماعيل أنزور. رد القضاء في المنحكى صمود وصلابة أبطال سجن حلب المركزي ولاقى صداه في دمشق، واليوم يطرق بوابة محافظة حمص وعلى مسرح دار الثقافة لتكون بداية العرض بتفاعل ونقاش جمع كادر العمل السينمائي بجمهوره. بندقية إلى جانب الكاميرا اليوم وظيفتها تحرير هذه الأرض من كل هذا الرجس، من كل هذه الأفكار الهدامة اللي عم تحاول تنال من هذا النسيج الجميل السوري اللي كنا مشهورين فيه. عم نطرح السؤال أكثر ما عم نجاوب عليه. اليوم نحن مخيرين وبنقدر فعلا بهذا الصمود ننتصر ونغير ما كتب لهذه البلد، أو نحن خلص بنستسلم ونقول اللي مكتوب علينا رح يصير. فهذا السؤال طرحناه والجواب بعهدتكم. أنا في تقديري أن المسألة الوطنية افتقدت جزئيا، يجب إعادة هذه المسألة إلى سابقها وتمكينها وتحصين العقل من خلال خمائر أسميها أنا هي المسرح والسينما. وسط حضور جماهيري واسع بدأت المشاهد تتوالى من الفيلم السينمائي لترسم المعالم الأولى لحكاية أسطورة من الصمود بتفاصيل إنسانية وواقع تلخصه ساعتين من الزمن. صحيح الملازم جعفر دمر دبلتين بالار بي جي ولك لكن ولك حياة جعفر هاي قال حياة جعفر يا شباب كابتن ملازم جعفر. هذا التوثيق الهام سيثبت ويؤكد دائما أن الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وأبناء شعبنا في كل مكان صامدون، وسيكون الطريق قريب جدا لنصر حاسم تقدم فيه سوريا أسطورة التحدي وأسطورة التصدي لكل المؤامرات ولكل الحروب التي تستهدف كرامة وعزة الشعب السوري. هذه البسالة، هي التضحية اللي شفناها عند الشباب بسجن حلب المركزي بتعبر عن بسالة وصمود أهلنا وشعبنا بمدينة حلب. فيلم رائع بكل المقاييس. رسالة للعالم أنه نحن صامدين رغم الدمار. شكرا للأيادي البيضاء، الفن اليوم عم بيساهم لحتى يحط كمان شيء حلو ويحط التاريخ بمحله الصحيح. هو رح يحفظ للأجيال الشيء اللي صار بسوريا. بلغة سينمائية بسيطة وعدسة مخرج مبدع، ساعات استطاعت أن تجسد أسطورة سنتين من الثبات والصمود والإرادة التي حفرت في ذاكرة وطن.